ارحب بضيفي عبر سكايب من الاردن الدكتور عزام سلطان التميمي الاعلامي والاكاديمي. اهلا بك معنا دكتور. حياكم الله. 7 سنوات عجاف على الانقلاب العسكري ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، كيف تتذكر هذا اليوم دكتور وبيان الانقلاب تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان متوقعا ان الانقلاب سيحدث لانه سبقه 30 يونيو كان ممهدا له. الحقيقة كان يوما حزينا، يعني على النقيض تماما من ذلك اليوم الذي ابتهجنا فيه بتحرك الشعب المصري يوم 25 يناير 2011، ثم ابتهجنا يوم انتخب الدكتور محمد مرسي بإرادة شعبية حرة. فجاء هذا اليوم على النقيض من ذلك، كان صدمة عنيفة، لكن طبعا كان أمرا مدبرا، دبرته فئات محلية وقوى إقليمية وتواطأت معها القوى الدولية، فجاء انقلابا محكما. هناك من يرى أن هناك قوى إقليمية، نعم، وهناك دعم دولي، ولكن كانت هناك مؤشرات على هذا الانقلاب من الداخل المصري دكتور عزام في العام الذي حكمه الرئيس محمد مرسي. يعني كنا في تغطية في 30 من يونيو، وأحد الضيوف ذكر أن السياسات التي قام بها الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين كانت هي المؤشر الرئيسي لهذا الانقلاب العسكري، كيف تعلق؟ أنا أظن أن الناس الآن بدأت تعرف الحقيقة. كل الكلام الذي كان يقال عن أن سياسات الدكتور محمد مرسي أو ما ينسب إلى الإخوان من أخطاء هو السبب فيما حدث، هذا كله أثبتت السنوات السبع الماضية والتي وصفتها بالسنين العجاف، أثبتت أنه كلام عار عن الصحة. الحقيقة أن العام الذي قضاه الدكتور محمد مرسي رحمه الله في السلطة كان عاما صعبا جدا، حاولوا افتعال كل أنواع المشاكل له، مشاكل اقتصادية، مشاكل إدارية، مشاكل أمنية، مشاكل عسكرية. والحقيقة أن الذين مولوا الانقلاب كانوا يريدون الانقلاب أن يحدث في وقت مبكر، وكانوا كلما مر يوم على الدكتور مرسي وهو في الحكم يخشون أن يثبته ذلك وأن يبدأ الشعب المصري برؤية ثمار هذا التحور الذي حدث. وفعلا عندما حصل الانقلاب كانت ثمار التغيير بدأت تظهر، وإن كان بصعوبة وببطء. لولا أن الدكتور محمد مرسي رحمة الله عليه والإخوان المسلمين ومن معهم من الثوار، لولا أنهم كانوا يحدثون تغييرا إيجابيا في مصر لما حدث الانقلاب أصلا. يعني لو كان في تخبيص، لو كان في أخطاء كما يحلو للبعض أن يلوك من حين لآخر، لتركوا مرسي يفشل ولقالوا لكل العالم هذا الرجل فاشل ولم يحدث. طيب دكتور، عبد الفتاح السيسي في 30/6 الماضي قال جملة رددت كثيرا في الحقيقة خلال السبع سنوات الماضية في الإعلام الإماراتي والسعودي، أن الجيش المصري أنقذ مصر من الاختطاف، أنقذ الهوية المصرية من اختطاف جماعة الإخوان المسلمين لها. وتم ترديد هذه النغمة في الإعلام الإماراتي والإعلام السعودي سواء في القنوات الفضائية أو على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك. برأيك يعني لماذا هذه الجملة تحديدا، أن السيسي أنقذ مصر من اختطاف الإخوان له؟ طبعا هي جملة يريدون أن يبرروا بها لماذا قاموا بالانقلاب. هم يعتبرون أن الإخوان المسلمين خطر محدق بهم، الإخوان المسلمون يعتبرون من قبلهم الأشد عداوة، ولذلك يعتبرون أنهم خلصوا مصر منهم. لكن الحقيقة لو نظرت إلى واقع الأمر، من الذي اختاره الشعب المصري بإرادة حرة؟ اختاروا الإخوان المسلمين واختاروا زعيما من الإخوان المسلمين. بينما الجيش المصري من الذي مكنه من مصر؟ هؤلاء الضباط الذين يتحكمون بمقاليد الأمور، الذين يديرون الاقتصاد ويتحكمون في الواردات وفي الصادرات وأسقطوا مصر في الديون. هؤلاء من الذي وكلهم إدارة شؤون الشعب المصري؟ هؤلاء جاءوا بانقلاب، كان الانقلاب الأول الوجابي عبد الناصر، وظلوا يحكمون بالبطش وبالحديد
كل أنواع القمع. فعندما تحرك الشعب وأراد أن يؤسس لحكم ديمقراطي لم يعجبهم ذلك، لأنهم كانوا سيخسرون كل أو سيفقدون كل تلك المكاسب التي أخذوها عنوة من الشعب المصري. هذا طيب. هو الواقع، هذه نعم. الحقيقة. أنت ذكرت الدول التي تمول، وهنا إشارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، وثبت على مدار السبع سنوات الماضية مليارات الدولارات أنفقت من تلك الدول لدعم عبد الفتاح السيسي وانقلاب عبد الفتاح السيسي، ثم دعم السيسي أيضا في انتخابات 2014. السؤال هنا دكتور، أنت قلت أيضا أنهم يعتبرون الإخوان هم العدو الأكبر لهم، لماذا؟ يعني هل المشكلة مع الإخوان المسلمين أم المشكلة مع ثورات الربيع العربي؟ طبعا هي المشكلة مع ثورات الربيع العربي أساسا، هم لا يريدون التغيير، ولكنهم رأوا أن الشعب عندما يملك حريته ينتخب الإخوان ومن على شاكلة الإخوان، ليس لذوات الإخوان وإنما للفكر الذي يحمله الإخوان ولنظافة يد الإخوان ولنصاعة تاريخ الإخوان. هذا الذي يخوفهم، هذا الذي يهددهم. ولو ترك النموذج الديمقراطي المصري يكتمل وينجح لانتشرت الديمقراطية تلقائيا في كل أنحاء المنطقة، ولذهبت عروش هؤلاء الفاسدين الذين ينهبون الشعوب. هذا هو السبب في كراهيتهم للإخوان. الإخوان يريدون للشعب أن يملك إرادته. أصلا الإخوان ليس الإخوان هم من بدأ الثورات، الثورات هذه بدأها الشباب غضبا من الأحوال المعيشية التي كانوا فيها، ولكن الجهة التي أراد الناس أن يقدموها لتقودهم كانت الإخوان المسلمين، ولذلك الإخوان يدفعون اليوم ثمن رغبة الناس فيهم وحب الناس لهم وثقة الناس بهم. ولو أن عبد الفتاح السيسي ومن دعمه، ولو أن هذه الأنظمة تريد أن تتحدى الشعوب فعلا، فلتحتكم إلى صناديق الاقتراع بكرة، خليهم يعملوا انتخابات بكرة، خليهم يعملوا انتخابات ويطلعوا الناس من السجون ويعطوا للناس حرية الاختيار، ولنرى من سيختار. يعني بعد سبع سنوات من تشويه الإخوان دكتور وتشويه الثورات، أنت لازلت ترى أنه إذا ما أجريت انتخابات حقيقية سيفوز الإخوان مرة أخرى؟ 100%. أنا على يقين من ذلك، بل الذين شوهت صورتهم ليس الإخوان، الذين شوهت صورتهم وهم ملوثون من رؤوسهم إلى أساسهم هم الإنقلابيون ومن دعم الإنقلابيين. انظر ما الذي حدث لمصر خلال السبع سنوات الماضية. مصر من سيء إلى أسوأ، باليوم بالساعة بالدقيقة من سيء إلى أسوأ. من يلام على ذلك؟ الإخوان أم يلام هؤلاء الذين غدروا وسرقوا ونهبوا؟ طيب، عندما نتحدث عن 3/7 مرة أخرى، بداية كل ما نعيشه الآن أو ما تعيشه المنطقة كما تفضلت، لأن الانقلاب أثر على دول عربية أخرى، أين كنت في هذا اليوم دكتور وقت إذاعة بيان عبد الفتاح السيسي بيان الانقلاب؟ في لندن أم في دولة أخرى؟ لا، كنت في لندن، وطبعا كنا نتحسب لحدوث شيء لأن الوضع كان متوتر جداً. كان جاء مر علينا 30 يونيو، وطبعا قبلها بأسابيع كانت حركة تمرد تعيث في مصر فسادا، وكان الناس ينسحبون للأسف، يعني بعض الذين يتفلسفون اليوم ويوجهون سهام نقدهم للإخوان تخلوا عن مرسي وتركوه وحده في المعركة ثابتا صامدا. فطبعا الظروف كانت، كنا نراقب باهتمام، فأنا كنت أنتظر ما الذي يجري. طيب، أنت مراقب جيد للإعلام البريطاني دكتور، يعني في 4/7 صبيحة 4/7 ماذا كتب عن هذا اليوم؟ الجيش انحاز للشعب المصري أم كتب انقلاب عسكري على أول رئيس مدني؟ والله أنا لا أذكر الآن تحديدا ما الذي قالته الصحافة البريطانية، لكن الغربيين أدركوا من اليوم الأول أنه انقلاب عسكري، وخاصة في بريطانيا. نحن في بريطانيا كنا نعد لاستقبال الدكتور محمد مرسي، كان قرر له زيارة رسمية يوم 11 جولاي، وطبعا الانقلاب حدث يوم 3 جولاي. كان المفترض يقابل ديفيد كاميرون، صحيح؟ بريطانيا تنسق معنا. كان من المفترض انه يوم 11 جولاي سيفطر في 10 داونينج ستريت في مقر رئاسة الوزراء، وكان البريطانيون يعدون يقول انه في حدود 10/6 او 15/6.
دعينا للقاء مع بعض المسؤولين البريطانيين للتنسيق حول هذه الزيارة. فطبعا صحيح أنه كان في حالة من الغليان في مصر، وصحيح أنه الرسائل التي كانت تأتي من السفارة البريطانية في القاهرة، والسفارة البريطانية في القاهرة على فكرة كان القائمون فيها يتعاطفون مع الانقلابيين نوعا ما، لم يكونوا محايدين، نعم، ولكن الرسائل التي كانت تأتي من قبلهم تقول بأن أمرا يعد له أو أن توقعوا شيئا. لكن ما كان يخطر ببالنا الحقيقة قبل 30 يونيو أنه حيحصل هذا الانقلاب بهذا الشكل السافر. طيب، يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، نشرت له تسريبات من بعد اختراق إيميله منذ عامين تقريبا في 2017، يونيو 2017، كان من بينها إيميل أرسله إلى مسؤول في الخارجية الأمريكية ظهيرة الرابع من يوليو 2013، يقول له: ما جرى في مصر ليس انقلابا عسكريا، وإنما انحاز الجيش المصري إلى ثورة شعبية عارمة خرجت ضد الرئيس محمد مرسي. يعني برأيك دكتور، الإمارات بدأت العمل على الانقلاب بعد بيان الانقلاب أم بدأته منذ، يعني متى بدأت الإمارات في العمل على هذا الانقلاب؟ شوف، حسب تقرير نشر في الوول ستريت جورنال، أذكره جيدا، هذا التقرير صدر أظن في الخامس من يوليو أو السابع من يوليو أو السادس من يوليو. هذا التقرير يعطي تفاصيل الإعدادات التي كانت تحصل للانقلاب، ويذكر التقرير أن أول اجتماع عقد في إحدى القواعد البحرية المصرية أو في مكان كده بحري مصري كان في نوفمبر 2012. يعني تصور أنت، يعني قبل الانقلاب بحوالي 7 شهور، قبل أحداث الاتحادية بشهر تقريبا. أي نعم. نعم. وأنه هذا الانقلاب، وعفوا هذا الاجتماع، كان فيه مندوب، كان فيه محامي مبارك أو واحد من مندوبين مبارك، وكان فيه مندوبين عن الإمارات، مندوبين عن السعودية، وكان فيه مسؤول أمريكي أو حد مسؤول عن الأمريكان، واجتمعوا فيه مع بعض كبار قادة الجيش المصري ليعدوا لخطة الانقلاب على محمد مرسي. ومن الذي صنع تمرد؟ حركة التمرد اللي صنعها محمد بن زايد. الإمارات من اليوم الأول كانت تعد لهذا الانقلاب. الإمارات كانت تخشى على عروش آل نهيان كما كانت تخشى الرياض على عرش آل سعود بسبب التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية، ونجاح النموذج المصري كان هو الأخطر عليهم. تونس مهمة، سوريا مهمة، اليمن مهمة، ليبيا مهمة، كل منطقة مهمة لأهلها لناسها، لكن مصر مهمة للعالم، مصر مهمة لكل العالم العربي بالذات والعالم الإسلامي. مصر كانت ستكون النموذج الذي ستنطلق منه نسائم التحول الديمقراطي في كل مكان. طيب دكتور، يعني سؤالي الأخير لك، هناك من لا زال يتحدث عن الزيارات التي قامت بها كاترين أشتون بعد الانقلاب العسكري، ولقائها بدكتور عمرو دراج، لقائها بدكتور محمد علي بشر، وعرض تراجع الإخوان المسلمين عن المظاهرات والاعتصامات والقبول بما جرى ومحاولة التفاوض مع النظام. هناك من لا زال يتحدث أنه كان بالإمكان أكثر مما كان، وحقن الدماء التي جرت بعد ذلك في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة. هل تتفق مع هذا السيناريو؟ طبعا لا أتفق مع ذلك، لأن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أنهم كانوا يريدون بصمة أو سندا رسميا من الدكتور محمد مرسي ومن الإخوان المسلمين يتنازلون فيه نيابة عن الشعب، ولا يجوز هذا بحال. كيف تتنازل أنت عن حق ليس من حقك؟ هذا حق الشعب المصري. الشعب المصري هو الذي ثار، الشعب المصري هو الذي انتخب، الشعب المصري هو صاحب الحق. فكيف تأتي هذه الملعونة، هذه الشيطان الشمطاء، كيف تأتي وتملي على الشعب المصري إرادة محمد بن زايد وآل سعود؟ هذا ما كان يمكن أن يقبل به محمد مرسي، وما كان يمكن أن يقبل به خيرة الشاطر، وما كان يمكن أن يقبل به أحد من الإخوان المسلمين ولا أحد من المخلصين للثورة المصرية. هذه كانت مكيدة، كانت خطة من الإمارات ومن السعودية، يريدون أن يأخذوا من الإخوان سكا رسميا بشرعية الانقلاب، وكان يمكن أن يكون هذا خيانة للأمة، خيانة للشعب المصري. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور عزام سلطان التميمي الإعلامي والأكاديمي، كنت ضيفي عبر سكايب.